اهلا بكل متابعين قناة ملخص فيلم من كل مكان، ولسه مكملين مع بعض الجزء الثالث. وبحب انصحك يا صديقي انك لازم تسمع الجزء الاول والثاني، لانهم كلهم مليانين مفاجآت واثاره ورومانسيه جامده جدا. وبيبدا فيلمنا بالبطله جوليا وهي بيت حبيبها جابريل، وفجاه بيكلمها حبيبها السابق اللي اسمه سيمون اللي كان دايما سيء جدا معاها، وهي كانت هربانه منه، وبيقول لها انه عارف عنوانها في تورنيتو، وبيقول لها ناتالي صاحبتك قالت لي ان ليا صور معاكي، وهي ردت عليه وقالت له انا رميت اي حاجه تخصك، وهو مش مصدقها وهددها انه هيبعت لابوها فيديوهاتهم وهم كانوا مع بعض. فانهارت جوليا واخد جابريل التليفون منها وعرفه بنفسه وقال له انا حبيب جوليا، وهدده وقال له لو عرفت انك كلمتها مره تانية او قربت منها هقتلك. وسيمون بيرد عليه بكل برود وبيقول له ان جوليا ملهاش حبيب تاني غيره، وانت ما تعرفش ان بابايا يكون مين. وجابريل قال له انا ما يهمنيش انت تكون مين او ابن مين. وبعدها بيروح جابريل عشان يطمن على جوليا، وبيلاقيها خايفه ومنهاره من كتر العياط، وجوليا بتحاول توضح لجابريل حقيقه العلاقه اللي كانت بينهم، وقالت له فعلا حصل بينا شويه حاجات بس انا ما عملتش معاه اي فيديوهات، وانه انسان سيء جدا ممكن يكون صورني من غير ما احس. وجابري طلب منها انهم يروحوا للمحامي بتاعه، وانك لازم تقدمي شكوى ضد سيمون، وهي رفضت لانها خايفه منه، وقالت له ان بابا عضو في مجلس الشيوخ، وهو قال لها ما تخليش المظاهر تخدعك وما تخافيش انا معاكي ومش هسيبك مهما يكون، وانا ممكن اعمل اي حاجه عشانك. وجابري بيهديها وبيطمنها. وبعدها بيكلم جابري لرتشل اخته، واحنا عارفين انها صاحبة جوليا، وبيسال عن كل اللي تعرفه عن سيمون، وقال لها انه كلم جوليا وهددها وهي منهاره جدا وبيحاول يطمنها. وريتشل قالت له ان سيمون ده اكتر شخص بتعاني منه جوليا، وانه كان دايما سيء جدا معاها وكان بيحاول يسيطر عليها، ولو فعلا بتحبها يا جابريل يا ريت تساعدها وبلاش تتخلى عنها وحاول انك تخليها تتخطى الموضوع ده. وهو قال لها اشوفك في عيد الشكر، وقفل معاها. وبعدها بنشوف جابريل وجوليا في عيد الشكر وهم رايحين لبلادهم سلينز جروف، وبيقول لها ان ريتشارد بابا بالتبني باع بيته بعد موت مراته جريس عشان يبقى قريب لاولاده ريتشل وسكوت. وبتنزل جوليا من العربيه، وفجاه بيكلمها باباها التوم وبيعتذر لها انه مش هيقدر يجي النهارده. وبعدها بتحكي جوليا المكالمه لجابريل، وقالت له ان باباها التوم مش هيقدر يجي النهارده، وانه طلب منها انها تبعد عن جابريل لكنها ما عندهاش اي حل تاني، وهي قررت انها هتبات معاه النهارده. وجابريل بيستغرب وبيسالها عن راي باباها في شخصية سيمون، وهي قالت له ان باباها معتقد اننا بنحب بعض وان اللي بيننا سوء تفاهم، وانها ما حكتلوش على اللي حصل بينهم لان باباها مش هيصدقها، لان للاسف سيمون شاطر جدا انه يخدعه كويس. فجابريل قال لها انت لازم تحكي كل اللي حصل ليك مع سيمون لاي شخص، واتمنى اكون انا الشخص ده. وبيدخلوا البيت وبيسلموا على ريتشارد والد جابريل بالتبني وريتشل وسكوت. وجوليا اعتذرت لريتشارد عشان ما قدرتش انها تحضر جنازه جريس مراته، وريتشارد رحب بيها وبيسالها عن معامله جابريل معاها كاستاذ، وسكوت اخوه بيتريق عليه وبيحاول انه يعايره بماضيه، وبنعرف انه متضايق جدا منه لان باباه بيهتم اكتر بجابريل. وجابريل بيتضايق جدا منه وبيروح لغرفته، وجوليا بتدخل وراه، وجوليا بتحاول انها تهديه وفعلا بتنجح في كده، وبيقضوا وقت رومانسي جدا مع بعض. وبالليل بيروح جابريل وجوليا يتمشوا في مشتل التفاح، وهي قالت له ان ده المكان اللي هي ضاعت فيه قبل كده، وهو بيوعدها انه مش هيبعد عنها مره تانية. وبتساله عن المشتري اللي اشترى بيت ريتشارد باباك، وهو قال لها انا لاني خفت المشتري الجديد يبوظ مشتل التفاح بتاعنا، وهي بتكون سعيده جدا بموقفه ده وخصوصا انه ساعد ريتشارد بابا بالتبني بالفلوس. وجابريل قال لها انا عمري ما هقدر انسى وقفته معايا ومساعدته ليا، واني لازم ارد له الجميل. وجوليا سالته عن اسمه التاني ايمرسون، وقال لها ان ده اسم امه الحقيقيه، وانا خفت لو تنازلت عنه كده هكون بتنازل عنها. وجوليا بتنبهر بيه اكتر وبشخصيته اكتر، وقالت له انا كنت معجبه بيك من عمر 17 سنه ودلوقتي انا بحبك جدا. وناموا جنب بعض وقربوا من بعض، وهي قالت له انا عايزاك اول راجل اعمل معاه اول علاقه في حياتي، وبيطلب منها انها تروح معاه فلورنسا في شهر ديسمبر وان الدراسه هتخلص قبلها، وهي قالت له انها موافقه. وسالها انت متاكده انك عاوزاني اكون اول راجل تعمل معاه علاقه في حياتك، وهي قالت له انت اللي استنيته من اول مره قابلتك فيها في مشتل التفاح. وقال لها انا كنت عايز اقولك على حاجه ممكن تخليك تغيري رايك فيا، وبصراحه انا مش بخلف لاني عملت عمليه من 6 سنين عشان ما اخلفش طول حياتي لاني ما استاهلش اكون اب لاني انسان مدمن ومجرم. وبيطلب منها انها تفكر مره تانية قبل ما يحصل بينهم علاقه، لكنها قالت له انا مش عايزه غيرك انت وعايزه اكمل معاك حياتي. وبعدها بتروح جوليا لبيتها وبتبعت رسائل لجابريل تطمنه على نفسها، وبتبدا تجهز اكل لباباها توم، لكن باباها بيلبس هدومه وبيعتذر لها لانه لازم يخرج دلوقتي لان في حريق متعمد في صالة البولينج بتاعه ولازم ينزل. فجأة بيدخل بيتها سيمون وهي بتكون خايفة منه جدا، وهو بيحاول يقرب منها لكنها بتقوله انها عندها حبيب وانت انتهيت من حياتي ولازم تبعد عني. فهو بيسألها عن صوره، وهي قالت له انا ما عنديش اي صور ليك، ومش بيصدقها وطلب منها
انه يشوف اللاب بتاعها، وفجأة هجم عليها وعضها جامد جدا في رقبتها. وبنشوف جابريل وهو بيحاول يتصل بجوليا عشان يطمن عليها، لانه بيكون وصل له خبر حريق صالة البولينج بتاع توم باباها، وبيتصل بيها على البيت. وللأسف جوليا مش بترد عليه، فبيقلع عليها جدا وبيقرر انه يروح لها بيتها. وبنرجع تاني لجوليا وهي بتحاول انها تهرب من سيمون، وبتجري عشان تطلع غرفتها، لكن سيمون بيمسك رجلها وبتتلوي وبتضربه، وبتدخل غرفتها وبتقفل الباب على نفسها. وبيوصل جابريل وبيشوفها من شباك غرفتها وهي بتصرخ، فبيجري عليها وبيدخل البيت وبيشوف سيمون وهو بيحاول يدخل غرفتها. وجابريل بيمسك سيمون وبيفضل يضرب فيه، وجابريل بيهدده وقال له لو قربت ليها مره تانية او هددتها باي حاجه انا هقتلك، وانا ما يهمنيش مين باباك شغال ايه، ولو نشرت اي فيديو وظهر حد في الفيديو شبهها انا هقتلك ومش هرحمك. واخد جابريل جوليا للمستشفى، وجات الدكتوره وعالجت الجرح اللي في رقبتها، وكان كبير جدا ورجلها كانت متاذيه، وجابريل كان زعلان جدا وموجوع عليها. وقالت جوليا للدكتوره ان جابريل جه قبل ما يحصل اصابات اكتر، لان ده ملاك المنتقم. وبعدها بنشوف جابريل وبيتعصب على توم والد جوليا، وقال له انت لازم تكون معاها وتحميها. وتوم بيقول لجابريل ازاي واحد زيك مدمن مخدرات يهاجم شخص تاني. وجابريل رد عليه وقال له انا بطلت المخدرات من فتره كبيره، ولو مش مصدقني انا موافق ان احللك دلوقتي. وريتشارد والد جابريل بيرد على توم وقال له ابني انقذ جوليا بنتك، وده كفايه ان افخر بيه. وبعدها بنشوف جوليا مع جابريل في بيته، وبتجيلها المحققه عشان تسالها عن اللي حصل، وجوليا حكت كل اللي حصل لها للمحققه في المحضر. وبالليل وهي نايمه بتشوف كابوس وبتخاف جدا، فراحت لجابريل غرفته فهو بيحضنها وبيطمنها وبيقول لها انا جنبك هنا ومش هسيبك ابدا. وجوليا بتقرب جامد من جابريل وبتحاول انهم يعملوا علاقه مع بعض، وهو رفض وقال لها ما ينفعش النهارده، وهي بتضايق منه وقالت له انت بترفضني بعد ما حاولت اتجرأ. وهو بيعتذر لها وقال لها انا محتاجك اكتر منك وانا بحبك جدا، وقال لها لو كان عندي روح فهي اكيد ليكي. وبيسالها انت متاكده انك عايزه ليلتنا الاولى النهارده، فرجعت في كلامها وقررت انها تحكي الحقيقه لجابريل عن سيمون، وقالت له انا عرفت سيمون من الكليه وكان لطيف جدا معايا وكان دمه خفيف، وفي عيد ميلادي جاب لي هديه وهي عباره عن عجله وسماها جوليا ريد. وبتقول له انا كنت بحب الحاجات الايطاليه بسببك انت، لما انت اختفيت عني حاولت اتاقلم، وبعدها اتخطبنا وبدات علاقتنا تتغير، وكان بيضغط عليا عشان اعمل معاه علاقه وانا كنت برفض لان كنت مستنياك انت عشان تكون اول راجل اعمل معاه اول علاقه. وسيمون كان دايما بيتهمني بالبرود، وجابريل بيسالها إذا هو ضربها قبل كده، وهي قالت له هو زقني أكتر من مرة، لكن مش ده اللي صدمني منه، للأسف هو جرحني جرح كبير. في يوم رجعت سكني لقيته بيعمل علاقة على سريري مع صاحبتي نتالي في السكن، وهم الاتنين اتريقوا عليا، وطلبت من بابا إني مش عايز أعيش مع نتالي في نفس السكن، فنقلني شقة استوديو اللي أنت شفتين عايشة فيها. وجابريل سألها وتوم باباك عمل إيه مع نتالي صاحبتك؟ قالت له ما عملش أي حاجة لأنه كان بيحب مامتها وكان بيوعدها. واستغرب جدا جابريل من موقف توم والدها، وهي قالت له انت الوحيد اللي قلت لك اسراري. وتاني يوم بنشوف جوليا وهي بتفطر مع اهله، وكانت لابسه سكارف عشان تداري جرحها، وهما بيفطروا سكوت قال لها ان جابريل بقى حبيبك، وهي ردت عليه وقالت له هو اكتر من حبيبي هو توأم روحي. وسكوت قال لها انت تستاهل السعاده. وبيجي لها ريتشارد وبيقول لها انه عزم توم باباها على الاكل وهو جه بره، فخرجت جوليا وقعدت معاه، وباباها كان جايب لها ورد وبيعتذر لها، وجابريل كان بيراقبهم من الشباك. وبيجي له ريتشارد وبيطلب من جابريل انه يا ريت ما يتدخلش بين جوليا وباباها توم، لان في النهايه هو باباها. وجابريل قال له بس ده اب سيء كان لازم يحميها. فقال له ريتشارد ان الاباء بيغلطوا عادي، وان سهل الاب يدفن راسه في الرمله ويقول ابني مريض نفسي وما يعترفش انه السبب. ودخلت جوليا لغرفه جابريل وقالت له انها اتكلمت مع باباها وتصالحوا، وجابريل كان بيحاول يحوش السكارف بتاعها لكنها منعته وقالت له مش عايزك تشوف جرحي. فقال لها ان في فنان اسمه كارفيجو، وجاب لها صوره اللوحه بتاعته على اللابتوب، وقال لها ان الفنان بيقول لو استنيت لحد ما علاماتك تختفي فهتستنى للابد، لان العلامات مش بتختفي وبننساها لكنها موجوده. وبيسالها انت سامحتيني في اي جرح انا سببته لك؟ فقالت له انا سامحتك من زمان. وجوليا بتساله عن الوشم بتاعه، فقال لها ده اسم مايا، وهي قالت له ان هي دي كانت حبيبتك. وبيرفض جابريل يقول لها السر بتاعه، قال لها حاجه شبه كده. وبعدها بترجع جوليا مع جابريل لتورنيتو، وبنشوف جوليا وهي بتحضر لجابريل محاضراته، وبتعدي كريستا من جنبها وبتخبطها لانها بتكون متغاظه منها. فجوليا سالت صاحبها بول عن سبب موقفها معاها، وبول قال لها اكيد عشان جابريل مش موافق على موضوع الماجستير بتاعها. وبتعدي الايام وبنشوف جوليا وهي بتذاكر كويس، وبنشوف جابريل وهو متضايق جدا لانه مش قادر يقول لجوليا السر بتاعه. وراحت له جوليا لاحظت انه حزين فضغطت عليه عشان يتكلم معاها، فقرر جابريل يقول لها على سره اللي مخبيه، وقال لها انا في حاجه انا مخبيها عنك وانا خايف اقولها لك لانك لو عرفتيها ممكن تسيبيني، والحقيقه هي اني قاتل واني قتلت روح بريئه اسمها مايا اللي كانت بنتي. وقال لها انا وبولينا
كنا أصحاب في جامعة إكسفورد وهارفارد، وكنت في وقت مظلم في حياتي وعملت رسالة الماجستير وكانت صعبة جدا عليا، وبدأت أتعاطى الكوكايين عشان أفضل صاحي ومركز في الرسالة، وبولينا كانت بتحبني وعايزاني، وفي يوم خليتها تتعاطى معايا كوكايين، وللأسف حصل بيننا علاقة رغم إن الحب كان من طرف واحد. وبعدها أنا انشغلت في مخدراتي ورسالتي، وفي يوم جات لي وبلغتني إنها حامل، وللأسف اتهمتها إنها بتحاول توقعني، وديتها فلوس وطلبت منها إنها تنزل الجنين، وطردتها من بيتي ومن حياتي كلها. وفي يوم لقيت على تلاجتي تسجيل موجات صوتية، وبولينا كانت كاتبالي إن دي بنتك مايا، وفي الحقيقة كنت سعيد جدا وعشت معاها، وللأسف فلوسي كلها ضاعت على المخدرات، وقررت إن أبطل تعاطي المخدرات لوحدي. وفي يوم أغمى علي على الكنبة، ولما صحيت لقيت بولينا غرقانة في دمها وبنتنا كمان ماتت، وأنا انهارت جدا وفضلت أبكي، وقلت لبولينا لو أنا ما كنتش مدمن كان ممكن أنقذ حياة بنتي، وللأسف في الحقيقة أنا قاتل. وجوليا سألته عن بولينا، وجابريل قال لها للأسف جالها اكتئاب من بعدها لأنها مش هتقدر إنها تخلف تاني، وهي حاولت تنتحر، وأنا قررت إن أعالجها وأنا أعاقب نفسي وقررت إن أنتحر. وجوليا سألته يوم ما قررت تنتحر هو ده اليوم اللي أنا قابلتك فيه في مشتل التفاح؟ وهو قال لها هو ده اليوم، وبعدها عملت العملية عشان ما خلفش مرة تانية لأن العين بالعين وأنا ملعون. وجوليا بتهديه وقالت له لا أنت مش ملعون، دي حادثة وأنت مالكش أي ذنب في اللي حصل، وأنت مسكتش وقررت أنك تعالجها من اكتئابها وما قررتش أنك تتخلى عنها، ولازم تتأكد أنك مش قاتل، وكمان أنا فخورة بيك لأنك أنقذتني من سيمون، يعني أنقذت طفل التوم، وأكيد بنتك دلوقتي في مكان أحسن بكتير. وهو قال لها أنا رجع للأمل في الحياة لما شفتك وقابلتك. وبعدها بيسافروا فلورنسا زي ما كانوا متفقين، وبيقعدوا في اوتيل جميل جدا بيبص على المباني الايطاليه القديمه، وبيروح عشان يتعشوا مع بعض في مطعم على الطراز الايطالي، وجوليا بتنبهر جدا بجمال المكان وبتشكره على العشاء وعلى كل حاجه بيعملها عشانها، وبيقول لها ان في عشاء رسمي في المعرض بعد محاضرته بكره، وهي بتعتذر له عن الحضور لانها ما عندهاش اي لبس رسمي تحضر بيه، وهو بيطمنها وبيطلب منها انها تسمح له ان هو يشتري لها لبس، وبيطلب منها انها ما ترفضش طلبه لانها بقيت حبيبته، وقال لها انا هقدمك للناس انك حبيبتي لاننا استنينا كتير، وقدم لها الهديه وبتفتحها وبتلاقيها حلق، وقال لها انه غالي عليه جدا لان ده الحلق اللي لبسته جريس مامته بالتبني. في اول يوم يعترف لها ريتشارد بحبه ليها، وقال لها ان لمسات دي بتمثل قلبي، والنهارده عايز اقدمه لك عشان اعبر لك فيه عن حبي ليكي، وهي فرحت جدا وشكرته. وبعدها بينزلوا وبيفضلوا يتمشوا مع بعض وبيتنفس من هوا فلورنسا الرومانسي، والسماء مطرت عليهم وعاشوا احلى لحظات رومانسيه مع بعض، وهي طلبت منه انها عايزه تكون ملكه النهارده، وقالت له ان يا ريت كل ليلتهم الاولى. ولما بيروح له الفندق بيقول لها فاكره رقصتنا الاولى في تورنيتو؟ قالت له طبعا فاكراها، وبدا يرقصوا مع بعض، وقال لها وقتها انا كنت متوتر ولما قربت منك كنت حاسس ان ما عرفتش اي بنات قبلك، وهي قالت له وانا سعيده ان اول تجربه ليك، وضحكوا مع بعض وقضوا ليله رومانسيه كلها حب مع بعض، وعملوا اول علاقه في حياتها، وكانت جوليا فرحانه جدا لانها اخيرا لقيت دانتي اللي كانت بتدور عليه، وحس جابريل انه عوضها عن الالم والاهانه اللي هي شافتهم، وانه قدر يديها شويه سعاده. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده، ولو عجبك ما تنساش اللايك والشير، واهم حاجه الاشتراك بقناه وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات ناريه كتير جدا، ونشوفكم في فيديو قادم. سلام.